هاد المراه اللي كتضرب الكرفي، المراه المغربيه الحره الكحه، المراه اللي كتخرج تبن، المراه اللي كتمشي طيب في العراسات، المراه اللي كتجفف الدروجات، كتجفف 98 ديال الطبقات باش تجيب لولادها العيش، وانها تحرم من حق اللي من حق هاد الناس انها ما تطلعش ولادها، حيت هي مرافقه خلصي وخلصي على داك المعاق. عطونا المنحه لهاد الناس والعيب علينا الا ما خلصناش. عطونا المنحه لهاد الناس المعاقين، ما كنهضروش على روسنا، حنا خدام مطراه في رجلين هاد الناس اللي الله حرمهم مثلا من النعمه ديال الكلام ومن ديال السمع ولا ديال المشي، فحنا الا كنا غنمثلوهم وحنا كنهضروا وبروسنا عريانين وبكل نزاهه وتنحاربوا وغادي نبقاو نحاربوا ونناضلوا حتى نجيبوا الحق ديال هاد الناس. حالي محمد، المنسق الجهوي لتنسيقيه السلام الوطني للاشخاص في وضعيه اعاقه. بغينا نتكلموا على بعض المشاكل اللي كيعيشهم الاشخاص في وضعيه اعاقه في المغرب. بالنسبه للاطار ديال تنسيقيه السلام الوطنيه، كاين واحد الملف مطلبي متفق ومشاور عليه وطنيا واللي وضعناه لجميع الجهات من 2016 الى يومنا هذا، ولكن لا حياه لمن تنادي. من بين اهم المطالب اللي كنطالبوا بها وبصفه استعجاليه في هذا الملف المطلبي هي بطاقه شخص معاق. هذه البطاقه اللي كتوخاو فيها الكثير، البطاقه اللي كنتمناو ان تكون فيها التغطيه الصحيه بالمجان ومواصلات بالمجان بما فيها القطار، وكنطالبوا بواحد المنحه شهريه باش المعاق يعيش بكرامه. بالنسبه لهذه البطاقه راه اكثر من 22 سنه هذه بالصادق عليها وخرجت في الجريده الرسميه، ولكن لا حياه لمن تنادي. اكثر من 22 عام باش نخرج واحد البطاقه، فينا هو حق المعاق؟ فينا الكرامه ديال المعاق؟ مؤخرا ولينا ملي دخلت كنا كنتمتعوا بالمجانيه ديال النقل الحضاري بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه، كنا كنتمتعوا بها اكثر من 30 سنه. مؤخرا من دخلت شركه الزا للتراب المغربي واللي خدات حصه الاسد من النقل الحضاري، كنتفاجئوا انها كتقول الاشخاص في وضعيه اعاقه انهم خصهم يخلصوا، وكتعرفوا ان اشخاص في وضعيه اعاقه لا حول لهم ولا قوه، ما عندهمش واحد المنحه شهريه. كون كانت الدولة دايرة لهم واحد المنحة شهرية يخلصوا حتى هما كأيها الناس، يخلصوا البطاقة الورقة ديالهم ويطلعوا معززين مكرمين. عيب وعار كاع وحشومة أنهم بقاو نهضروا على المعاق في هذه البلاد، محرومين مساكن من المساعدة الاجتماعية، محرومين من الطب، محرومين من الإعانة، ما كاينش الفلوس، ما كاينش هذا. من غيدخل الإنسان من غيدخل فلوس وأنت عنده واحد البطاقة؟ حنا كنا في 93 ولا 94 دفعنا دواصل الملفات ديال دوجات اشخاص المعاقه، دفعنا مرباط، ما كاين والو، ما كاين والو، لا بطاقه لا يديك لا يخليك. جات الوزيره لا داعي للاسم ديالها، قالت لك راه عندي 3 مليون ديال الاونديكاب غنسولو، وقلنا لها 6 مليون ديال الاونديكاب اللي كاينين، راه 6 مليون ديالنا نحصيو، راه كل دار غنلقاو فيها معاق جوج. عيب 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 انه دول اخرى كلها دايرين اونديكاب بحال هكا، معاقين بحالكم، حنا باقي نضربوا معاهم وباقي نضربوا على هذا وهذا. نرجو من جميع الاخوان، لا العمده ولا الوالي ديال الدار البيضاء ولا السيد رئيس الحكومه يمد المساعده اللي في هذه الفئه هذه، وسيدنا الله ينصرو اللي كيمشي لشي بلاصه كيعنق المعاقين وكيبوسهم، وعلاش انتم ما كديروا هذه الحاله هذه؟ علاش ما ديروا بحال سيدنا؟ سيدنا الله يخليه لينا وطولنا في عمره. وعاش الملك، ونقول بهذا النظر هو اللي عيختنا في هذه البلاد باش يهزنا الماء. لانه المعاقين في هذه البلاد راه مهمش وما عنده حتى شي قيمه في هذه البلاد السعيده. علاش ما كيطلع الطوبيس كيولي معلفين لي كونترول وكيكملوا عليه رجال الامن الشموعي، خص رجال الامن المساله ديال انه يعرفوا شخص هو اللي عيطها وياخذوا وقت الشرطه خص الشكور. عيب وعار. اذا كنعرفوها هذه بلادنا، بلاد معكم اعضاء اتفاقيه السلام الوطنيه لاشخاص وضعيه الاعاقه. عندنا واحد التسلف من طرف هذا السنقيض الارزا اللي هي كتعنف مع الدول اشخاص وضعيه الاعاقه، يعني كل واحد من كونطون ما عندوش حق باش نعنف هاد الناس اللي دول حقوق خاصه، مهما هاد السنقيضيه الصالونيه عطى حق المعاق في بلادها، مهما زعما الدول الاوروبيه كاع المعاقين عطاهم الحقوق ديالهم، يعني وكاين مع الدول العامله اللي هما في الزواج ديالنا كما عطاهم حقوق المعاق، ولكن علاش حنا الدوله المغربيه اللي هي دوله الحق والقانون ما عطاوش حق هذا المعاق
يعني فيها ملحه وفيها زيت التعليم والصحه وزعماء وزيت يعني قام الحكومه بدون العداله والتنميه اللي هي صادقت على واحد اتفاق دولي وسمعت يعني ما استعطون هاد الاشخاص اللي عندهم الاعاره اعطوهم الحقوق ديالهم ولكن كل شي حاجه ما محقوق على ارض الواقع يعني كل سنتين كل ولكن ما فيهوش على ارض الواقع حتى حاجه ما كاين يعني كل كل على حامل على الواقع. على اساس انهم كانوا كيتمتعوا بالشريط النقل الحضاري ومؤخرا حبسوهم مشاو بغاو يديروا واحد الوقفه احتجاجيه قدام باب الشارع ولكن الحق حكم الكبيرة نعمي أمينة مال جمعية الأنوار الوطنية للأشخاص المعاقين بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي. اليوم حنا كنندوا على هذا السلوك لا أخلاقي تجاه هاد الناس اللي هما ناس اللي في وضعية إعاقة اللي تحرموا من محرومين هما بعدا أصلا من الولوجيات وتحرموا بأنهم يركبوا في الطوبيس ديال ألزا اللي هي كتقول دابا لانه ما كاينش اللي غادي يسمعك واللي هي كتقول بان في دفتر التحملات مع مجلس المدينه ما كايناش اتفاقيه باش بان هاد الناس يكونوا من الناس اللي هما كيطلعوا في الطوبيسات بالمجان 30 عام وهاد الناس كان عندهم حق ديال التنقل فكيفاش اليوم غادي نجيو نحرموا هاد الناس اللي هما مساكن كاينين امهات مرافقات كاينين الامهات اللي عندهم 4 من 5 ديال ذوي الاحتياجات الخاصه والمراه غادا بهذا الترويض وهذا غادا به باش يتمدرس هذا حق اللي خولوا القانون، حنا بلادنا بلاد الحق والقانون، بلادنا حق الديمقراطية، سيدنا كيندد وسيدنا عطى المعاق عطاه واحد الأولوية وعطاه أنه تكون عنده حقوق، أنه يتدمج مع الإنسان السليم في المدارس، أن تكون له ولوجيات في أي حاجة، أنه تكون كلمة ديالو مسموعة، عطاه أنه تكون عنده الوظيفة العمومية، لا يعقل أننا نجيو بين هكا في رمشة عين اننا نلقاو هاد الناس تيقولوا ليهم هبطوا وبالعنف وبالعصا وهما كيلتجؤوا لينا وكيبكيو حيت حنا هما اللسان اللي كينطقوا به دوك الناس حنا هما الودنين اللي كيسمعوا بهم دوك الناس حنا حتى هما الرجلين اللي كيديبلاصاو لانه كنمثلوهم في المحاكم في الترجمه كنمثلوهم في المدارس ملي كيبغوا يتسجلوا كنمثلوهم في اي حاجه مادام ان الدوله قاصيه هاد الفئه من الاشخاص في وضعيتها قاصياهم وما دايره شي واحد ملحه شهريه إذا ما عندناش باش نخلصوا ما غاديش نخلصوا. المشكل ديال النقل الحضاري داروا مجلس مدينة الدار البيضاء، مش غير مدينة الدار البيضاء، جميع المجالس ديال التراب المغربي. لأنهم ما دخلوش الأشخاص في وضعية إعاقة في دفتر التحملات. كيف يعقل أن عمدة ديال واحد الجهة ما كيدخلش أشخاص في وضعية، واش أنت عارف أن المغرب ما كاينش فيه أكثر من 4 مليون ديال الأشخاص في وضعية إعاقة وما دخلوش في دفتر التحملات؟ هذا اقصاء وتهميش اللي حنا ما نسكتوش عليه. بالنسبه لنا حنا كاطاره تنسيقيه السلام الوطنيه كنهضروا من 2016 على المنحه وعلى البطاقه والان كنتزاد واحد 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 المكتسب اللي كنا كنتمتعوا به اكثر من 30 سنه كنتحرموا منه وحنا ما غاديش نسكتوا على الشيء اللي واقع. غادي نناضلوا وغادي نبقاو نناضلوا بالنسبة للمجانية ديال النقل الحضاري حنا ضروري غادي نبقاو نناضلوا عليها غادي ناخذوها أبا من أبا وكريهة من أكريهة لأن اللي ما كيجيش بالنضال كيجي بالكثير من النضال. السلام عليكم. هذا الحسن هذا الأنفة وهي عندها واحد جوج أمناء وناتا عندهم إعاقات يطلعوا يوميا يعني عندها واحد 4 مرات ولا 5 بالآن ويوتيوب في الحسنة وتلقى مساكين معاناة في الطوميس يعني في المتنقلون يطلعوا يعنفوا هاد الاشخاص اللي عندهم اعاقه يعني الامهات انا امناء او جميع الاعاقات يعني ممكن السم لكن ياخذوا من عندهم هاد المنطقه ديالهم او ياخذوا من عند التليفون او ينقصوا لهم فيهم لا يعطي يتنقلوا يدير هاد الفوضى او خلق القانون يعني كنطالب من السيد عبد القيس حموسي مدير امن وطني يتدخل مزيد ديال الصرامه من اجل هاد الاشخاص في وضعية الإعاقة وتحميهم ما معنى هذه هي دولة حق القانون بس نعطي الحق للأشخاص في وضعية الإعاقة ولا كم الظلم ولا كم الحضور نحن الحمد لله في القرن 21 وفي القرن الأشخاص في وضعية الإعاقة محرومة من جميع الاختصاصات. لا يعقل أننا نخليو هذا الحق ديال هاد الناس يتهضم فاحنا بلسانهم تنهضروا وكنندوا وانا كنهضر من هنا وكفاعله جمعويه
وكامرأة كنشد وكنشد بيدين دوك الامهات اللي عندهم ثلاثة وربعة ما خرجوش كيسعاو، خرجوا ولادهم وكيناضلوا، خرج المرأة كتصبن، خرج المرأة كدير اي حاجة باش كتقري ولادها، ولكن علاش انها ما تلقاش تنقل وتلقى عيش لائق وتلقى سكن لائق؟ ما كاينش. وحنا ما هضرناش، هضرنا علاش على التنقل، ان هاد المراه اللي كتضرب الكرفي، المراه المغربيه الحره الكحه، المراه اللي كتخرج تصبن، المراه اللي كتمشي طيب في العراسات، المراه اللي كتجفف الدروجات، كتجفف 98 ديال الطبقات باش تجيب لولادها العيش، وانها تحرم من حق اللي من حق هاد الناس انها ما تطلعش ولادها، حيت هي مرافقه خلصي وخلصي على داك المعاق. عطونا المنحه لهاد الناس والعيب علينا الا ما خلصناش. عطونا المنحه لهاد الناس المعاقين، ما كنهضروش على روسنا، حنا خدام وطراب رجلين هاد الناس اللي الله حرمهم مثلا من النعمه ديال الكلام ومن ديال السمع ولا ديال المشي، فحنا الا كنا غنمثلوهم وحنا كنهضروا وبروسنا عريانين وبكل نزاهه. هاد الجمعيه عندها 36 عام، جمعيه الانوار الوطنيه للاشخاص المعاقين، وانا كنندد بالمكتب ديالها اللي ديما واقف معاها التنسيقيه، وتنحاربوا وغادي نبقاو نحاربوا ونناضلوا حتى نجيبوا الحق ديال هاد الناس. الا ما كفاناش حنا غادي نطلعوا عند سيدنا، وكيف الحق عطاه سيدنا حنا كنعاودوا كنقولوا عاش الملك اللي عطى الحق لهاد الناس، وهاد الحق راه ما نسمحوش فيه تهضم. أبا من أبا وكره من كاره، حنا ماشي مجلس المدينه هو اللي غيفرض علينا حنا بزاف ديال الحقوق اللي بغا هو، لا، حنا في مجلس المدينه غيطلع رجل امن وغيطلع سيد من ذوي الاحتياجات الخاصه، وغطلع مرافقه هزه دري، يعني دري ديال دوزون، ما يمكنش غيمشي لراسو باش يدير الترويض. انا من هنا كناشد وكنشوف المسؤولين وكناشد وكنطلب من سيدنا نصره الله انه يشوف في هذا الملف، ما بغيناش يتهضم لانه حتى جهه ما بغات تحل الباب ديالها، وحتى جهه ما بغات تصنط، والنضال راه باقي، والاخوان راه باقيين كيكافحوا، وحنا من هنا كنقولوا راه ما غنتنازلوش على الحق ديال هاد الناس اللي في وضعيه اعاقه، انه تكون مجانيه ديال الطوبيسات بالدار البيضاء. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. حنا لا ما عندنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.